قوانين مندل للوراثه مندل ونباتات البازلاء من المؤكد انك لاحظت اختلافا في الصفات الشكليه بينك وبين اخيك على الرغم من انكما من نفس الاب والام هذا الاختلاف في الصفات فسره العالم مندل ووضع قوانينه بعد ان اجرى تجارب على نبات البازلاء فهيا لنتعرف على تجارب مندل وقوانين الوراثه في البدايه قام مندل باختيار نبات البازلاء لا لإجراء تجارب الوراثة عليه لمميزات ثلاث هي: سرعة زراعته وتلقيحه، ولقصر عمر الجيل فيه، فهو عدة أشهر تقريبًا، ولاحتوائه على مجموعة من الصفات المتضادة التي يسهل ملاحظتها، ومن تلك الصفات: لون البذور، وشكلها، وطول النبات، ولون الأزهار. تجارب مندل: من تجارب مندل أنه قام بتلقيح نبات بازلاء ذي أزهار أرجوانية بنبات بازلاء ذي أزهار بيضاء، ثم جمع البذور الناتجة وقام بزراعتها، فتكون الجيل الأول له أزهار أرجوانية فقط، فقام بإجراء تلقيح بين الجيل الأول الناتج ذي الأزهار الأرجوانية، فوجد أن الجيل الثاني المتكون يحتوي على أزهار بيضاء بنسبة 25% وأزهار أرجوانية بنسبة 75%، وبناء على تجربة مندل السابقة، قام باستنتاج أن لون الأزهار في نبات البازلاء من الصفات التي تورث عبر أجيال النبات، ثم قام بإجراء عدة تجارب، فاستنتج منها العديد من الصفات التي تورث في نبات البازلاء، ومن تجاربه وجد أن صفة واحدة فقط من كل صفتين متقابلتين تظهر في الجيل الأول كما ظهر لون الأزهار الأرجوانية في الجيل الأول كله تلك الصفات التي تنتقل عبر أجيال نبات البازلاء تمثل الجينات والتي هي مقطع في دي إن إيه ولها أن تتحكم في الصفة كلون الأزهار وشكل البذور ولكل جين بديلان والبديل هو نسخة أو شكل من الجين، وذلك لأن الفرد انتقل له مجموعة من الكروموسومات التي تحمل الجينات من الأب، ومجموعة من الكروموسومات التي تحمل جينات من الأم. بالعودة لتجارب مندل، نجد أنه فسر عدم ظهور أحد البدائل أو الصفات في الجيل الأول وظهورها في الجيل الثاني، بأن الصفات قد تكون سائدة كصفة لون الأزهار الأرجوانية، أو تكون متنحية كصفة لون الأزهار البيضاء، وسمى مندل البديل السائد بهذا الاسم لأنه يهيمن ويخفي ظهور البديل الآخر المتنحي، وبتطبيق ما توصل إليه مندل، نجد أن الأزهار الأرجوانية في الأبوين صفة سائدة، والأزهار البيضاء في الأبوين صفة متنحية، لذلك فجميع الزهور الأرجوانية في الجيل الأول والثاني تحتوي على البديلين السائد والمتنحي، أما الزهور البيضاء التي ظهرت في الجيل الثاني فهي تحمل الصفة المتنحية فقط، ومن المؤكد أنك لاحظت أن الجين السائد يتكون من أليلين يكتبان كابيتال كجين لون الأزهار الأرجوانية واي واي، والذي يوصف بأنه زيجوت متماثل سائد، أما الجين المتنحي فهو يتكون من أليلين يكتبان سمول كجين لون الأزهار البيضاء واي واي، والذي يوصف بأنه زيجوت متماثل متنحي، أما في حالة تواجد الأليل السائد مع المتنحي في جين واحد فهو يكتب هكذا، ويسمى زيجوت متباين. صفة طول نبات البازلاء: بعد أن تعلمنا أن كل جين يرمز له بأي حرفين لاحتوائه على أليلين هيا لنقوم بدراسة انتقال صفة طول نبات البازلاء عن طريق الألائل أولاً لك أن تعلم أن صفة الطول في نبات البازلاء هي صفة سائدة على صفة القصر التي تعد بذلك صفة متنحية لذلك سنرمز لصفة الطول بأي حرفين كابيتال وليكون تي تي وبديهي أننا بذلك سنرمز لصفة القصر بالرمز TT، تي تي. هذا يعني أننا حددنا الصفات في الأبوين بأنهما: زيجوت، متماثل، سائد، ومتنحي. بذلك، سنفرد الأمشاج التي انتقلت من كل فرد أبوي كما هو موضح، ثم نقوم بعمل تزاوج بينهم؛ بحيث يتزاوج كل مشيج مع ما يقابله من المشيجين الآخرين في الفرد الأبوي الآخر. فيظهر بذلك الجيل الأبوي، وبعمل تزاوج بين فردين من الجيل الأول بنفس الطريقة نحصل على الجيل الثاني، فنجد أننا حصلنا على ما حصل عليه مندل بتجاربه.